قوي 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 يعني، وهي دي اللي فرقت، وهي دي اللي فرقت جدا يعني. فلا الحقيقه قفشه من اللعيبه طبعا المحترمه، اللعيبه اللي اصحاب المهارات زي ما بقول لك. الميزه فيه ان هو بينزل في اي وقت بتحس يعني يعتبر بيسموه طبعا البديل الجيد، انك بتنزل بتنزل تغيير، بتعمل تغيير. ما انت لازم كمدرب لما تعمل تغيير، انا مش عامل تغيير لمجرد تغيير وخلاص، انا عامل تغيير المفروض يبان تأثيره على الملعب او على فرقتي او على الاداء نفسه. وفعلا ده اللي بيعمله قفشه، بيبقى فيه اداء مختلف، الفرقه بتبقى ليها اداء مختلف، غير بقى ان هو الحته الاضافيه بتاعته بيحرز اهداف يعني. شايف اداء مارسيل كولر خلال الفتره الاخيره وتعامله مع كميه الصعاب اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي، ما بين اصابات، ما بين يعني احمد عبد القادر النهارده او امبارح، وقبليها عمرو السوليه قبل مباراه بيراميدز، قبليها كان بيرسي تاو، دلوقتي رجع هو وكهربا مره تانية للمجموعه اللي بتكون متواجده. الراجل بيقدر